يحذف النسيج الوطني لجمهورية مصر العربية، وده تقليد جديد يعني اتحاد الكرة عامله، ويا ريت بقى يبقى غني وطنية كمان ومارشات وحاجات كده ما بين الشوطين، لأن الناس يعني متشوقة إن احنا يعني نستلهم مرة أخرى روح الثورة اللي هي بدأت تفرض شوية. المهم نشوف ماتشنا النهارده. حرس الحدود بيمثله غريب حافظ لحراسة المرمى، وأربعة إسلام الشاطر، محمود علاء، فادي نجاح، وعبد الرحمن فاروق، نص ملعب سعيدو والهردة وأحمد كمال ومكشة، وقدام أحمد حسن مكي وأحمد عبد الغني. أما النادي الأهلي فبيمثله النهارده أحمد عادل عبد المنعم، وقدامه شيف عبد الفضيل، أحمد السيد ووائل جمعة، سيد معوض وأحمد فتحي، حسام عاشور، حسام غالي، بركات وجده ودومونيك. مفيش ايه، مش عارف مفيش ايه ده الاعلان ده. والحكم المباراه فهيم عمر، وبيساعده الشريف صلاح وتامر دوري، والحكم الرابع محمد ابو العلا، اثنين مراقبين اللي هو محمد علي مسابقات والكابتن سيد محمود من الحكام. النهارده مخرجنا هناك محمد نصر في الملعب، والنهارده طبعا مخرجنا هنا البرجاوي في الملعب، عندنا مراسل الملعب رامي المشد وصبح حمدان، وادي دايما الدخلات الحلوه اللي بيعملها جماهير النادي الاهلي. وعلى فكره دي متكلفه مش اي حاجه، يعني دي فلوس، كل دخله بفلوس، بيجيبوا حاجات وادوات وحاجه جميله.